اربعة غادي يختموا شتوما هو مريض طالع بها سيدي ربي الحمد لله صافي عزيز عزيز عليك عزيز عليك عزيز عليك صافي ولكن بكيسي ودابا بكيسي لا تتا خويا انا لا والله حيت تيقول لك انا غنوقف معاك مثلا هذا اكزومبل تا غتوقف معايا ولكن انا لا بالي شي واحد حتى هو محتاج انا نوقف معاه انت نوصي لك خونا حتى انا بان لك شي هكا باش الامه وباش نعاونوا وطننا مردين غتعطي لا ما كرهناش تحيدوا شي 20000 درهم قدام الياس غتعطي ما طيح علاش ما نعطيش من ها غتعطي لهذاك الدري الصغير خليها 30000 درهم مات الكلب 30000 درهم لا خلي له 20000 درهم 30000 درهم لا خلي له 20000 درهم 30000 درهم لا لا الياس لا 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 حظك الياس انا كنت خدام شناق لا 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 حظك شوف شوف حن فيه حن لا لا حن فيه حن فيه لا والله تتابع مصاريف انا نوريك الفيديو ديال الدري رجلو كبيره عن مزارع يعاونو اخوان ديالو والدكتور مهدي ورساله للدكتور مهدي بوغن جاياك بوفلزا 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 هو اللي قلت له بوفلزا بوفلزا كريكوستيم الدكتور دكتور مهدي دكتور مهدي دكتور مهدي حياتي الخويا الدكتور دكتور مهدي غادي يعاون دكتور مهدي بين احسن الدكاتره في المغرب نعم وهذه راه احصائيه هذه عاون هذه رساله الدكتور مهدي وانا شوف انا تنتكلف انني غنجيب لك اخي الياس دعم من عند الدكتور مهدي انت ما تجيب لي لا دعم لا والو حتى حنا باغي ندعم من ديالنا راه حنا ندعم ديالنا هذا هذا 20 20 جيب لي والو 20000 درهم 20000 درهم 20000 درهم 20000 درهم لا راه ما هو عاونوا الناس سوا غير صافي حيد من هذيك البركه 20000 درهم اسمح لي عاد دقيقه انا واش انا نصبت على المغاربه لا ها لا ما قلت لي عطيني الريطه تكريب لا بزز دري المنتخب الاسود علاش تعاونوا معايا حيت كيحبوك ها كيبغيوني ولا لا كيموتوا ها وتا المغاربه كامله تعاونوا معايا كيموتوا حلوين بالشفاء بالدعاوي ديالهم بلوسي انا حاشا باش نصب على خوتي المغاربه وما خرجتش ايدي خرجت تفرح لا لا عطيني لا عطيني انا نقول لك علاش نقاطك خويا نور الدين اقسم لكم يمينا ما تدخلوا الدري في هذا الموضوع وكنحاول نجنبوا هذا الموضوع غير بدا يبكي علاش حيت السيد مريض سين طالب يا سيد ربي سين اصلا هو مريض يتيم غادي تجي انت غادي تهمو واكل واش حاطين نهار على خويا نور الدين والله نهار على كتا ما بغيتش هاد الضجه يديروا لك كما داك الدري اللي كنت كنشوفك معاه في فيديوهات ولا طالع كيقول لي مشاهده خارج من السبيطار مشاهده وحشومه انت ما قدرتيش تعاوني نسكت هادشي نسكت مثلا مول كاسكيطا انت في السجن كنت كتشرب داك الدواء ديال الهب ديال القرعه الله يشافي الجميع ودابا خارج ما عاطي حتى درهم وجايك الدواء نجمعوا نصبوا على شي حاجه راه كاين هذه راه دوله المؤسسات انا طول عمرها ونصبنا كاين نيابه عامه كاين نيابه عامه نيابه عامه كاين نيابه عامه خليها هي دير التحريات ديالها راه كاين السبيطار مشيو يقلبوا فيه وكاين دوله المؤسسات هذه يا رب الله وسقساو راه كنديروا الجميع ديال الزر الحمد لله تواصلنا مع الناس ديال المسؤولين وريناهم كل شيء وعطيناهم جميع الامور حتى مالك خارج لا انت مش مالك شنو دير تدي في راسك قاعد سنة شنو دير تدي في مرتك دار عوذ بالله من الشيطان لا الياس بلا ما ويمشي يا صاحبي وهو واش كيدخل الحبس ربع سنين وكيخرج ما كيبقاش يدور معايا يبقى غادي داير يعيط الناس الناس وصلوا هادشي وي دا في مرتك دا في مرتك يا دا في مرتك عنا باش الراجل خاصو يعنى بمرتو ولا لا وعلاش قلت لي دا في مرتك عنا بمرتك انت جاي تقوس ما عاطي حتى دار مورتي غتفرط تنوض علينا حنا تحية لاعبا المنتخب الوطني تحياتي للنصيري وناحي القناة تعاونوا قلبهم والكراكي عيط الامين حارث عيط المنتخب اليوم الاسود اليوم الاسود هاد الناس اللي تاخذوا الاسود اللي زعما انا بحب خمسه بحب تعاون معايا حبيين وقف معايا حبيين حيت انا عزيز عليهم قضية اخرى بحال هاد الناس هادو كان لك وصل رسالة للاسود اللي كنروحوكم على الخير ديروا كملوا حتى انا حتى انا وقفتوا معايا حتى انا غادي نوقف مع واحد الناس اخرين المغاربه كملوا حتى انا عن زيد وقفنا